بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وحلقة جديدة من حلقات برنامج مع كتاب الله القرآن والقراءات، وضيفي الدائم بإذن الله عز وجل المهندس الشيخ حسن باسل. اسمكم أرحب به أجمل ترحيب، وحياك الله شيخنا الحبيب. حياك الله. في الحلقة السابقة شيخي تكلمنا كلام من الروائع، تكلمنا عن الفوائد، وضربت لنا الأمثلة وذكرت العديد من الفوائد، قلت هنالك فوائد كثيرة، ونصحت شيخي الحبيب بكتاب النشر للإمام الجزري رحمه الله تعالى. اليوم أنا أريد أسألك سؤال، أقول لك يعني إلى أين تنتهي هذه الحروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ذكر هذا الشيء في كتابه. لاحظ أنني دائما أقول الإمام ابن الجزري، فكلام كله يعني ما شاء الله على هذا الإمام، جزاء الله عنا خير الجزاء. ما ترك مسألة في هذا العلم إلا وذكرها. مالك يعني، ولكن هنالك إن شاء الله مسائل لم يذكرها الإمام حقيقة، ليس تغافلا عن حاشا للإمام، لكن في زمنه ما كان لها داعي يذكر، والآن إن شاء الله نتكلم عليها في عهد الإمام عثمان بن عفان إن شاء الله رضي الله عنه أمير المؤمنين. فمنتهى، قال منتهاها سواء جمعنا الشاذ والصحيح لا تقف لأحد. لماذا؟ لا. سبق أن ذكرنا في أنه الحروف، قلت لك أنه أنا أقرأ بالبخل وأنت تقرأ بالبخل وغيره يقرأ بالبخل وغيره يقرأ بالبخل، هذه في كلمة واحدة، فكم من الكلمات التي فيها خلاف؟ آلاف. لو ركبت هذه على تلك كم ستظهر؟ يعني مثلا أنت الآن، أنا أقرأ مالك يوم الدين، مالك بالضم، طيب، لأن مالك يوم الدين فيها حدود 20 رواية، أقرأ مالك يوم الدين، طيب، على الابتداء والقطع، وأنت تقرأ مالك يوم الدين، أو أنت تقرأ أيضا مالك يوم الدين، ولكن أنا آتي إلى الآية، ما أقول فاسعوا، أقول فانظر، وأنت تقرأها فاسعوا. طيب. الآن أصبحنا حرف، أنا حرف وأنت حرف. صح. أو خلينا نقول قراءة، لأن حرف سنأتي إلى منتهى المعنى السر. أصبح لك قراءة ولي قراءة. ويأتي شخص ثالث لا يقرأ مالك، وإنما يقرأ ملاك يوم الدين. طيب؟ ملاك أقواها طبعا في المعنى. والآخر يقرأ مليك يوم الدين، عند مليك مقتدر. والرابع يقرأ مالكي يوم الدين. والخامس يقرأ ملك يوم الدين، الذي امتلكه بيده. فقط كم قراءة الآن أصبحت؟ وكلهم فسعوا. أنت كم قراءة؟ أنا ما حسبت، شيخي الله يرضى عليك. يعني ما أعرف، أنتوا حسبتم معي؟ احسبوا معي أنتم، وأنا ما أعرف. وهنالك مالك يوم الدين بالإمارة. هذه كلها مالك، الآن لم نأتي إلى ملك. تمام؟ تمام. فإذا هنالك عدة قراءات ليس لها منتهى. ولكن الإمام ابن الجزري قال: نستطيع أن نحصرها في اثنين. طيب. وهي في معاني سبق وأن ذكرها الإمام ابن الجزري في المعاني، ولكن هذا المعنى يعني إن شاء الله يعني جميع منتهى القراءات تنتهي لهذا المعنى، وهما اختلاف الصورة مع دون اختلاف المعنى. تمام. هذه طبعا تطرقنا سوى لا، الآن سأذكر شوية تعميم أكثر، لأن الإمام عمم هنا، سواء كان التغيير جزئي أو كلي. زين. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، المعروف للصحابي الجليل الذي أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ القرآن من أربع، قال خذوا القرآن من أربع، أول من سماهم هو عبد الله بن مسعود، كان يعرف برويعي الغنم، ولنا وقفة مع هؤلاء الأربع إن شاء الله بإذن الله. والثاني أظن أنه الثاني كان هو معاذ بن جبل. والثالث سالم مولى بن أبي حذيفة. نعم.
والرابع هو أبي بن كعب سيد قراء الأمة بالإجماع. لقب هذا الله أعطاه الله، أعطاه الله، الله أعطاه هذا اللقب، يعني مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله. قال الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك، الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. سنأتي إليه يا شيخ في وقت آخر، خلينا الآن في الموضوع اللي قلت عليه. فإذا في قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود اهدنا الصراط المستقيم، ما قرأ اهدنا الصراط المستقيم، قال أرشدنا الصراط المستقيم. الإرشاد والهداية شيء واحد، تمام؟ نعم. ولكن هنا التغيير كلي. تغيير، نعم. تغيير كلي. نعم. وين الأرشدة وين الهدى؟ إهدي. نعم. تمام؟ صح. أرشد وإهدي. هذا تغيير كلي. فاسعوا فانضوا. هذا تغيير كلي. إن كانت إلا صيحة واحدة، كانت إلا زقية واحدة. زقية. زاي قاف ياء تاء مربوطة في قراءة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. فإذا هنا تغيير كلي، تغيير كلي. التغيير الجزئي خطوات، 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 خطأت وخطوات. لاحظت كم خلاف فيها؟ خمسة وهنالك أكثر، لكن نكتفي بهذا. هزوة، 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 كما يقرأ البعض حقيقة للأسف على رواية حفص يقول هزوة، هي هزوة، هنالك هزوة إن شاء الله نأتيها، وهزة، 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 ستة أكثر. أنا فإذا هنا التغيير جزئي مو كلي، لأن هزة وهزوة وهزؤة وهزءة وهزة كل هذه على كلمة واحدة اللي هي الهزء، فالتغيير فيها جزئي ليست كلي. صح. ما مثل ما كانت صيحة صارت زقية، لا اختلفت واهدنا. طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم، قراءة عبد الله بن مسعود كما رواها الإمام ابن مهران في كتابه ضرائب القراءات الذي ينسب إلى ابن مهران، وحقيقة نشك في النسبة إلى ابن مهران، يقول قرأ عبد الله بن مسعود حتى إذا فرنقع عن قلوبهم. لا غريبة ما؟ أي والله. فإذا لنا وقفات مع مصاحف الصحابة حقيقة، سيكون لنا وقفات مع مصاحف الصحابة. فإذا هذه التغيير الجزئي، التغيير الجزئي أو التغيير الكلي ولكن المعنى واحد. ماشي؟ أنا أسطور شيء لحد الآن سبحانك ربي. نعم ماشي. لسه ما فتنا بالعميق. نعم نعم. أحيانا ما أستطيع أن أفوت في العميق حقيقة. طبعا هذه من اللهجات، طبعا شيخي الحبيب هو من الموصل، تشوفون بعض المرات انه يتكلم كلام يعني احنا نسميه بالمصلاب، يعني ما فتنا بالعميق، يعني هذه من الجمل المصلاويه الشهيره، يعني بعد لحد الان احنا ما دخلنا في العمق، ما فتنا في العميق. اذا واحد مثلا يسمع يقول ما هذه اللغه، بعض المرات الشيخ حسن يأتي بجمل مصلاوية فلا تستغربوا، أنا أترجم لكم إن شاء الله تعالى. جزاك الله نعم. المنتهى الثاني أنه تتغير المعنى، حتى وإن تغيرت الصورة ولم تتغير ولكن يتغير المعنى. فإذا المنتهى الأول أنه الصورة تتغير دون تغير المعنى، الثاني أنه نفس المعنى. الصورة تبقى والمعنى يتغير مثل ما ذكرنا، أنه تبينوا تثبتوا صح، تتلوا تبلوا، كذلك يعلمون تعلمون، فكل هذه تتغير المعنى فيها، المعنى يتغير ولكن الصورة ثابتة إذا ما أزلنا التنقيط. إذا ما أزلنا التنقيط. إذا ما أزلنا التنقيط. فعليه منتهى القراءات جميعها إلى هذين المعنيين، لا معنى ثالث لهما. قال على والإمام يستأنف فيقول وين نزلت الإظهار والإدغام والإخفاء وال إشمام على الأصول مع القراءات، فإن المنتهى ينتهي إلى هذين المعنيين. فإذا نرجع ونقول أن عدد أو منتهى الأحرف السبعة والقراءات لا ينحصر، لا ينحصر، ولكن ينتهي إلى معنيين، ينتهي إلى معنيين. هذين المعنيين اللذان ذكران، المعنيين اللذان ذكرهما الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. جميل جميل، رحمة الله تعالى عليه، ما شاء الله ما شاء الله. فإذا هنا ينتهي من منتهى القراءات أو الأحرف السبع على ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه،
ومن أراد التعمق أيضا بأكثر من هذا يجده في كتاب النشر إن شاء الله، ذكر الإمام هذه بعد ذكره لفوائد القراءة. بعد ذكره الفوائد اللي أخذناها في الحلقة السابقة أحبتي في الله. نعم. طيب الآن هل نقف على هذه السبعة؟ طيب، أو بصورة ثانية، هل معنى السبعة سبعة كما ذكرت سابقا؟ أنت ذكرت في حلقة سابقة. نعم. هل هي سبعة سبعة أم سبعة للكثرة؟ نعم. عفوا للكثرة أم ما هي؟ طبعا هو حقيقة لابد أن يكون لنا وقفات مع حديث النبي عن الأحف، لابد أن يكون لنا وقفات مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت عن الأحف السبع. ولكن قبل أن نقف هذه الوقفات سأخرها قليلا. يقول الإمام ابن الجزري: اختلف العلماء في معنى هذه السبعة، هل هي سبعة أعين أم سبعة للكثرة؟ فقال: المعنى بالقول السبعة للكثرة قول جميل وحسن، ولكن الحديث يأباه. من قال هذا الكلام؟ قول جميل وحسن، هو أنه السبعة الكثرة الإمام ابن الجزري. نعم. أظن أنه ابن قتيبة قال أن السبعة هي ليست سبعة أعين ولكنها كثيرة، مذكور الاسم لا يحضرني الآن، ولكن الحديث ابن الجزري يقول ولكن الحديث يأباه. يأبى يعني السبعة سبعة أعين، سبعة سبعة، هذا ما ذهب إليه ابن الجزري، وهذا هو الصواب إن شاء الله. هذا ما ذهب إليه ابن الجزري، هذا هو ما ذهب إليه سبعة أعين وهو الصواب إن شاء الله الراجح. نعم. لماذا؟ في حديث سيدنا ميكائيل عليه السلام وجبرائيل عليه السلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال زيده، إلى من؟ إلى أين انتهى؟ سبعة. لو كان أراد الكثرة لقال زده 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 زده، تمام؟ صح. ولكن توقف على سبعة، فقال هذا هنا منتهى الحق، يعني معنى السبعة تقف السبعة على سبعة، فإذا هي سبعة أعين وليست سبعة للكثرة. نعم. لأن الحديث يأبى غير ذلك، لأن الحديث الله الله لأن الحديث يأبى غير ذلك، يعني ما ممكن أنه تقول هو هنالك الثامن حرف، تمام؟ تمام. وإلا ما معنى الحرف الثامن؟ علي أن يزيد على معاني ابن الجزري، صح، التي ذكرناها سابقا في حلقات سابقة، تمام. هذه هي معاني، فهذه هنا تقف الحرف أنه هي السبعة سبعة أعين، سبعة أعين، لأن الحديث يأباه، لأن الحديث يأباه. جميل. لأن الحديث يأباه. جميل جدا، جميل جدا شيخ. طيب الآن، نعم، على هذا الترتيب اللي احنا ماشيين به إن شاء الله، أين ننتقل الآن؟ أي موضوع نفتح الآن بعد هذه المقدمة اللي استغرقت من عندنا تقريبا احنا في الحلقة الرابعة الآن؟ علينا الآن أن نعلم القراءة ما هي؟ نحن نتذكر أنه ذكرنا أنه هنالك الحرف ثم القراءة ثم الاختيار ثم الرواية ثم الطريقة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علينا يعني الآن نقول ما معنى القراءة؟ معنى القراءة. الله أكبر. طيب شيخ، معنى طيب القراءة؟ القراءة حقيقة مأخوذة من كلمة قرأت. الآن يأتي الصحابي الجليل رضوان الله عليه، قد قرأ على من؟ قرأ على من؟ صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندما يكون قد قرأ على النبي، ربما قرأ بالحرف الأول أو الحرف الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، وربما قد قرأ بالحرف الأول والثاني، تمام؟ تمام. وربما قرأ بالسبعة أحرف في قراءة واحدة. فإذا القراءة هي ما قرأته على شيخي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أحوى حرفا أو حوى أكثر. حلو. سواء أحوى حرفا. هذا معنى القراءة. معنى القراءة ما قرأته على شيخي على شيخي على شيخي على شيخي إلى منتهاه، إلى الصحابي، إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة تبارك وتعالى جل ثناؤه. جميل. وقد يحتوي على حرف أو حرفين أو أكثر، يعني ربما أنه أنا في قراءتي فيها زيادة ونقصان، طيب، وفيها التقديم والتأخير، وفيها التشكيل، وفيها تغيير البنية بدون تغيير المعنى، وفيها تغيير المعنى دون تغيير الصورة، وتغيير الصورة مع تغيير المعنى، تمام؟ فإذا كل واحدة إذا ما قرنت بالأخرى هي فيها أكثر من حرف. يعني الآن أنا رواية حص العاصم مثلا، وما عملته
أيديهم، تمام؟ في سورة ياسين. تمام. شعبة كيف قرأها؟ قرأها وما عملت أيديهم. طيب. نقص التاء، نقص الهاء. الهاء. وهنالك شعبة عملته، وهذه عملت. فإذا من هو الزائد؟ حفص. من هو الناقص؟ عند شعبة. طيب لماذا لا نعكسها؟ نقول الزيادة عند شعبة، عند شعبة، والنقص عند حفص. فإذا هنا لازم أنه نعلم أنه من الأصل في المصحف. الله أكبر. طيب حتى يبنى عليه من هو الزائد ومن هو الناقص. مثلا في رواية ورش عن نافع كذلك هو ما عملته أيديهم، ولكنه قال وسارعوا في الآية في سورة آل عمران، وسارعوا لحفص ولورش سارعوا إلى مغفرة من ربكم. من الذي يكون له زيادة ونقصان؟ الزيادة لحفص والنقصان لورش. نعم. طيب على أي مستند استندنا أنه زيادة ستكون لحفص؟ فمن هو المصحف الأصلي الذي تفرعت منه؟ هذه سنتين إن شاء الله كلها في عهد سيدنا عثمان طبعا. فإذا القراءة هو أنا ما قرأته على شيخ وقد يحتوي الحرف والحرفين، وحقيقة لا توجد قراءة لا تحتوي على أقل شيء ثلاثة حروف. لا يعني لأنه هذا لام تشكيل، كل قراءة تختلف في التشكيل. مثلا وكان له ثمر، وكان له ثمر، وكان له ثم. صح. ثلاث روايات متواترة. الثمر الآن والثمر والثمر حقيقة وين به اختلاف يسير في المعنى، إلا أن التشكيل واحد، الرسم واحد، والمعنى الإجمالي واحد. تمام؟ فإذا هذا ماذا نتكون لدينا؟ نتكون لدينا الحرف الأول. والزيادة، تمام؟ لأن الآن ورش يقرأ ثمر، طيب؟ وقرأ سارع، فأصبح عنده حرفين. صح. حرف التشكيل وحرف الزيادة. صح. والنقصان. صح. فبما كسبت أيديهم، بما كسبت أيديهم في سورة الشورى ما صبر من مصيبتهم. نعم. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا الفاء. الفاء. كذلك التغيير في التغيير في الرسم مع تغيير في المعنى في آخر سورة الشمس، ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. هنا خلاف. فإذا جمعت كم حرف في رواية واحدة فقط ليست قراءة. في رواية واحدة تجمع عدة حروف. تمام؟ إذا ما قرنت فعلى من أنا أستند حتى أبني؟ على من؟ على من أستند أنا حتى أبني أنه هذه زيادة أو نقصان؟ هذه زيادة أو نقصان؟ أو مشاكل يعني تغير الحرف زيادة والنقصان والتشكيل وغيرها. سنأتي إليه هذه في عهد الصحابي الجليل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. إن شاء الله. ولكن المعنى الحرف نعود إليه، فهو ما قرأته على شيخي، على شيخه إلى منتهى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة تبارك وتعالى. وقد يحوي حرف أو أكثر. هذا هو معنى القراءة. هذا معنى القراءة. معنى الاختيار. الآن نحن ندرج الاختيار والطريق. لا أنا سأخف هنا شيخ. أنا قلت لك أنه لا أريد. طيب المعلومات أحبتي فلا أنا لما أطر. لأن يعني هذه معلومات كبيرة وتحتاج أنه يمكن البعض الآن يتابع يعيد الفيديو مرة ومرتين، وأنا وصلني بعض التعليقات وبعض طلبة العلم أنه بيكتبوا الكلام اللي أنت يعني بتقوله بالحلقة لشيخي. الحمد لله. قال أنه أنا يعني عندي كل كلام اللي عم بيحكيه الشيخ حسن أنا بكتبه يعني. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وبارك الله فيك شيخي جزاك الله خير. يعني أنا أتعبتك يعني وأنا شاكر لك. يعني دائما اجي يعني الى بيت الشيخ حسن ويعني اعمل لك قلق وجزاك الله خير. اهلا وسهلا بك. الله تعالى يرضى عنك. تشرفنا. في ختام هذه الحلقه شيخي احنا وقفنا الى الاختيار. الى الاختيار. احبتي في الله حتى تكونوا على علم ان شاء الله في الحلقه القادمه سيكون موضوعنا عن الاختيار. ففي هذه الحلقه تناولنا عن منتهى الحرف وتناولنا عن هل نقف على سبعة، وأيضا تكلمنا عن معنى القراءة. في نهاية اللقاء أشكرك شيخي حبيبي الله يرضى عنك وجزاك الله خيرا. أحبتي في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.